مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند فاطمة. فاطمة عندها 4 ديال الوليدات، 3 ديال البنات ووليد. فاطمة تخلى عليها الزوج حوالي 8 سنوات، ما طلقتش وما عمرها لقاته. تحملات الصعاب وتحملات المسؤولية هي والوليدات ديالها. مشاهدينا الكرام، فاطمة كتشتغل في مقهى، مشات للشغل، في لحظة من اللحظات كترجع للمنزل باش تاخذ الويزرة ديالها، الطابلية ديالها. تما غادي تصدم، تبعوا معايا. فاطمة خدامة في قهوة، رجعتي باش تجيبي الطابلية. اشنو اللي وقع؟ نسيت الويزرة، هذاك الطابلية ديالي. رجعت لقيته انا ملي شفت كتغوت الدريه، كتغوت ربي اللي خلق. اشنو طاري ليها؟ ما عرفت شنو، واش مضر معاها، واشنو عندها. ملي وصلت عندها هو هرب. هي ستي تدخلت، قلت لها اشنو مالك بنتي، اشنو طرا ليك؟ انا كنخبط في خادم ملي شفت ديك اللحظه ديال بنتي، ما تصورش شنو، ما عرفتش ندار معاه، ما عرفتش شنو ندير ليها. ديك اللحظة ديال بنتي ما تصورش اخويا شنو ندير. شنو هو ملي وصلت عندها هو برد، دخلت بنتي كتغوت وكتبكي، قلت لها شنو طاري ليك؟ قالت لي هاد السيد ديمنا ماما كيتكرفص عليا، كيديني بزز، كيتلقى ليا من المدرسة ويديني بزز. قلت لها فين كيدي؟ قالت لي في الزيتون. تي علاش ما كتقوليش لي هادشي؟ قالت يا ماما، قال لي الا قلتي هادشي نذبحك. قد ما نكذبش ليك، انايا مقهورة عليهم، هرب عليهم بام 8 سنين هادي، ويا هربانة عليهم بام، خلام لي صغار وكبرتهم وحقرني هاد السيد، حقرني الوقت وحقرني هادو هاد الناس، حقرني هاد السيد حنت عارف ما عندهاش با، حقرني وتسغل لبنتي. بنتي مريضة، ما عندها، مريضة مرض نفسي يعني بنتي، وعقد عليا دابا تنوض ليا في الليل وكتقول لي يا ماما غادي يجي يذبحني. واخا حاولي عفاك الا كان ممكن غير تساعديني باش نفهم. انت رجعتي لحدا الدار، هي فاش لقيتي هذا مع البنت؟ البنية عندك مريضة، هادشي دابا فهمناه. ملي جيتي انت هو قلتي هرب، استفسرتي البنت، سولتيها، ديتيها، قلبتيها، اش لقيتي؟ هزيتها من تما، هزيتها ديتها للطبيب، ديتها للطبيب الاول، واش شد من عندي الثاني. قال لي شوفي سير دي بنتك، راه صالحه، قال لي راه انست عليها من جهه اخرى. صافي مشيت عند الجندارم، قال لي مشيت على الطبيب الشرعي، قالوا لي سير ديها على الطبيب الشرعي. مشيت على الطبيب الشرعي قال لي سيرتي خرج عندك الجندارم، يخرج معاك الجندارم. خرجوا معايا، ما نكذبش، خرجوا معايا، داروا الواجب ديالهم وخرجوا معايا، والله يجازيهم بخير. خرجوا معايا وداروا القانون ديالهم، مشاو معايا على الطبيب الشرعي وجابوا الشهاده الطبيه. وانايا هاد السيد حقرني، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. اش بغى عندي واش بغى عند بنتي؟ خدامه معاهم في القهوه، خطره نعشيهم، خطره ما نعشيهمش، الا غديتهم ما نعشيهمش. عندي الكرا، عندي الكتوبه ديالهم، عندي المسؤوليه دابا بنيت، خصني نتبع للطبيب نفساني، ما عنديش. انا جلست دابا من الخدمه، ديك القهوه جلست منها، ادرك بركه كنعاني، ما حلتي الكرة، ما حلتي ليهم. الله ياخذ العق. الا قدرتي تساعديني شويه باش الراي العام يستوعب معنا. هاد البنيه دابا ملي جلستي انت وياها وعاودات لك، واش هذاك شي جديد ولا فايت منه دار هاد الشيء؟ داها 4 المرات هو كيديها. ملي قلت ليها شحال كيديك من مره، قالت لي 4 المرات. داك الشيء زعما جديد ماشي قديم، جديد. واخا، وهي عندها إعاقة؟ هي عندها، ماشي ما عندهاش، عندها. ما كت هي اللي تشتيها تقول بعقلها، ولا دوات معاك تقول بعقلها، ويلي لا دون عقل. هو حاليا تشد؟ هو تشدود،
مشدود قبل العيد الكبير، السيمانه اللي غادي يدخل منها العيد الكبير حنا دزنا، دزنا في المحاكم، دزنا في المحكمه، دزنا عند الواكل ودزنا عند القاضي. دابا حنا يلا غادي تاني غادي ندوز. انت ما درتيش محامي ولا؟ ما درت، ما درتش محامي، ما عنديش باش نديرو. ما خويا ما عنديش باش ندير المحامي، باش غادي ندير المحامي؟ باش غادي نديرو؟ انا جالسه من الخدمه، باش غادي نديرو؟ وعير كيريا الكرة مجموع ليا، وجلسة من الخدمة حبسوني من الخدمة. عقاوة ماشي شي حاجة شركة ولا شي حاجة، قهوة 1000 ريال السيبارة اش دايرة لك؟ منا 17000 ريال ديال الكرة، منا الدراري الله أقول الله يحسن لوان. كيفاش دير هاد الزيدة؟ كيفاش دير تتعيش هاد 4 نفوس؟ والحالة اللي عاود شنو تشوف، والحالة اللي عايشة فيها واللي باركة فيها عاود تشوف بنفسك أخويا. أنا ما بنكذبش عليك، أنايا عايشة في واحد الحالة إلا أعقل فيها، ما يعيش فيها داك اللي كيكون في الزنقة، ما يعيش فيها اللي عايشة فيها أنايا. دابا البوات ديال هاد البنيتات والولاد، ولدك وثلاثة البنات، ما عمرو سول عليهم؟ ما عمرو سول عليهم، أنا بغيت غير سول فيهم، ما عمرو سول فيهم، يدوز عيد ما يسول فيهم، يدوز عواشر ما يسول فيهم، ما معترفش بيهم واش كاينين ولا ما كاينينش. واحد المرة مرضت البنت الكبيرة قالت لي بنتك مرضت، قال لي سيري كوليهم، أنا ما عنديش ولاد. ما عمرك تربي هاد النمرة وبدل عليا النمرة، وما مبقاش كيعيط لي ملي كنعيط كنلقى ديك النمره ديالو طافيه. انا ما باغي من عنده والو، باغا من عنده براتي. السلام عليكم، ما باغي منو حتى شي حاجه، باغا براتي. انا عايشتهم ولادي باقين صغار، ما غادي نتخلى على ولادي، واخا كبار واخا مراد ما نتخلاش عليهم، واخا نمشي نطلب ما نتخلاش على ولادي. انايا المهم انا ما نشبرش على ولادي، نطلب ونجيب ليهم ومنعيش ولادي. هذا اللي دار هذا الشيء لهاد البنيه هو معترف ولا اش تيقولوا؟ هو دابا كيقول لهم انا ما مقربش ليها، قال لي انا ما مقربش ليها، ماشي ما باقي ما تعرفش. شنو كيدير في خدمته هو؟ خدام؟ خدام هو؟ يلا كان يلا خارج في العيد الكبير، خارج من الحبس، ما عرفت علاش كان مشدود، حيت غير اختو اللي كانت اللي كاريه حدايا، اللي كنعرفها اختو اللي كاريه حدايا، هو ما كنعرفوش نهائيا. يلا جا من في العيد الكبير، العيد الكبير خرج من الحبس، جا عندها تهضر ليا مع بنتي، الله ياخذ فيه الحق. دابا حاليا كيجيو كيقولوا لي سمحي لي، سمحي ديري لي التنازل. انا ما نديرش لي التنازل. شكون هذول كيقولوا والدي؟ انا ما نبيعش لحم بنتي، انا بغيت ناخذ حق بنتي، ما بغيتش نبيع لحم بنتي. كي كيديروا عليا الفلوس كيقولوا لي هاك الفلوس ونتاز لي لولدي باش يخرج، راه يلا مدوز الحبس وغادي يمشي للحبس، لما نتازجش لي انا بغيت ناخذ العقاب ديالو اكثر من هكا. انا بغيت ربي ياخذ لي فيه الحق، انا كيما تعدى عليا على بنتي ربي تعدى فيه، وحنا اللي ظلمناه وما كانش هادشي صح، الله ياخذ فينا الحق. الله يفرج عليك يا ربي، الله يفرج عليك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا فاطمه تدريف الدموع من الاول ديالها في الفيديو، لانه مغاربه حاسين بفاطمه بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، عندها سعاد 13 سنه خدامه في قهوه، نسات الطابليه ديالها مشات جيبها، كتكتشف واقع اخر من بعد اللي ارتكب هذا الجرم، هو راه الاعتقال. وفاطمه في مراحل ديال التقاضي، لازال الملف عند قاضي التحقيق. مشاهدينا الكرام، الزوج موضوع النقاش، علامه استفهام تخلى على الزوجه والوليدات، وهي تضحي بشتى الطرق من اجل لقمه العيش لهاد الوليدات. كنوجه النداء لجل المغاربه، ارجوكم غنوضعوا رقم الهاتف ديالها، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. كل من ساهم او ساعد فهاد الاخت اجره محسوم مع رب العالمين. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوفيكم دائما بالجديد فيما يخص قصه سعاد 13 سنه، القمه في البراءه. وكذلك لتنوي الراي العام اكثر في موضوع سعاد، عندها إشكال صحي كتعاني فيه بشكل كبير، وفاطمة اللي هي الأم تسدو عندها البيبان، ما حلتها للوليدات، ما حلتها للقمة العيش، ما حلتها لهذه الكارثة اللي هي موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.